السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الفقهي المباشر لكل زمان ومكان. وضيفنا فضيلة الشيخ حسين حلاوة، الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. حياكم الله فضيلة الشيخ ومرحبا بكم. حياك الله وأهلا بك وسهلا وبإخواني أخواتي المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى، ونحمد الله جل وعلا على كل حال، له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، نحمده حتى يرضى وإذا رضي وبعد الرضا، ونصلي ونسلم على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. أكرمك. أسأل الله جل وعلا أن يكشف عن الدنيا كلها، ليس عنا فقط إنما عن الدنيا بأسرها، أسأل الله عز وجل أن يكشف عنها البلاء وما هم فيه من محن وإحن، وأن يمن على المرضى بالشفاء، وأن يمن عليهم بالعافية، وأن يتقبل من لحق إليه إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. شيخنا الحبيب، كلنا تأثر في اليومين اللي مضوا على القصة اللي صارت في إحدى القرى في مصر، حين رفض عدد من أهالي إحدى القرى دفن طبيبة شهيدة من شهداء وضحايا هذا الفيروس. ما تعليق حضرتك على هذا الموقف؟ تعليق على هذا عتب شديد لأهل هذه القرية الكرام الطيبين، لا أستطيع إلا أن أقول ذلك، لكن عتب عليهم شديد. هذه الطبيبة لا شك أنها قضت نحبها وهي تؤدي أشرف مهنة وتؤدي أعلى عمل وأكرمه في هذه الأيام، يعني ألقت بنفسها إلى المهالك، هي أشبه ما تكون بجندي أراد أن ينقذ أهله ووطنه وبنيه، فألقى بنفسه في أتون العدو، هي كذلك، ولقيت ربها سبحانه وتعالى وهي تشكو إليه ظلم العباد، أنهم مع أنها قدمت نفسها من أجلهم وقدمت نفسها من أجل أن تعالج مرضاهم، لكن مع ذلك لم تجد لنفسها حفرة في باطن الأرض، ويعني كان بإمكانهم أن يأخذوا الاحتياطيات، يعني يعمق الحفرة يدفنوها في صندوق إذا كان هناك أي أثر، مع أن إذا عمقت الحفرة قليلا ويعني الجسد يتحلل إلى تراب وينتهي الأمر وليس هناك، على ما أعتقد وكما قال لي يعني بعض الأطباء، ما دامت قد وري عليها الثرى فليس هناك أي ضرر. أنا تألمت أن ينتشر هذا الخبر في العالم هكذا، المسلمة التي ضحت بنفسها من أجلهم من أجل الناس لا تجد لنفسها قبرا، أيعقل هذا يا إخواني؟ أيعقل هذا؟ يعني أظن هذا لا يقبل لا عقلا ولا شرعا ولا دينا ولا خلقا ولا عادة بأي حال من الأحوال. أسأل الله أن يغفر لأهل هذه القرية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها شهيدة عنده، ولا شك أنها لقيت الأجر مرتين، مرة عندما قدمت نفسها شهيدة، ومرة عندما أبى أهلها وذووها أن يدفنوها، وهو حق واجب عليهم أن يفعلوا تجاهها أقل شيء. أنا لا نستطيع طبعا أن نقول أن جميع أهالي القرية، لكن في جزء منهم، هؤلاء الجزء الذين مارسوا هذا الأمر، هل هم برأيك مجرمون أم ضحايا؟ هم ضحايا الجهل يا سيدي. لو كان هناك توعية بأن هذا الأمر لا يجوز، لو أن الإعلام أخذ حظه بدلا من أن يطنطن وبدلا من أن يصفق وبدلا من أن يهرول إلى كل صغيرة وكبيرة، كان هناك العلماء يقومون بواجبهم،
كما يقوم الأطباء بواجبهم وتلاحم المجتمع كله من أجل أن يبين للناس خطورة هذا الوباء وكيف نتعامل معه، وأيضا كيف نتعامل مع الإنسان إذا لقي ربه في هذه الحالة، هل هناك خطورة أم ليست هناك خطورة، هل يدفن أم لا يدفن، لو هناك خطورة أن تكون المقبرة في وسط القرية، هل ممكن أن ننشئ مقابر مثلا خاصة بهؤلاء ونجعلها مقابر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إنقاذ الآخرين. يا سيدي، عرفنا ورأينا أن الجيوش حينما تدخل معارك تكون لها مقابر خاصة بجنودها الذين يستشهدون، ويكون لهم نصب تذكاري. هؤلاء الأطباء أقل من هؤلاء؟ أليس هؤلاء أيضا يقدمون أرواحهم وأنفسهم في سبيل إخوانهم وأبنائهم ووطنهم وأمتهم؟ نعم، في بلدة أخرى خرج بعض الأهالي أشبه بمظاهرة، مع أن المظاهرات ممنوعة في مصر، أمام منزل طبيبة يريدونها تعمل في المستشفى الخاص بهذه الأمراض، يريدون منها أن تغادر بلدتهم أو تغادر منطقتهم. هذا هو المسلسل، مسلسل الجهل، مسلسل التجهيل، مسلسل أن الناس لا يعرفون ولا يفقهون. وهؤلاء لو يعلموا لقبلوا رأس هذه الطبيبة إن شاءوا، ولقدموا لها كل الخير وكل التسهيلات وكل العون، لا تكفلوا بإيصال الطعام والشراب وحاجياتها إلى بيتها لأنها تكفيهم مؤونة. يا سيدي، هي تقف في الصفوف الأولى، وهي امرأة تقف في الصفوف الأولى تدافع عنهم وعن الشعب وعن الأمة، عندما تقدم نفسها فداء ومن أجل أن تعالج وتسهر وتنام وتقابل الأخطار بصدر رحب مع الإمكانات الضعيفة الموجودة. لا شك نحن سمعنا ورأينا كيف أن هناك كثير من الأطباء يا سيدي لقوا حتفهم لأنهم لم يجدوا إمكانات التحصين اللازمة التي يتحصنون بها، وكذلك مساعد الأطباء والتمريض وغيرهم كثير. رأينا بأجلال دكتور، في المقابل أحد الأطباء الذين غضبوا من تصرف أولئك المجموعة من أهالي القرية أخذ قرارا بعدم علاجهم في عيادته، ووضع لوحة إنه أنا أرفض علاج أي مريض يأتيني من تلك القرية. كيف تقيم هذه يعني هذا التصرف أو هذه ردة الفعل؟ هذا الفعل وردة الفعل، يعني نحن حتى وإن فعل أهل القرية هكذا ما كان يجب علينا إلا أن نقابل السوء بالإحسان، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن. نحن علينا أن ندفع بالأحسن وأن نوجه الناس وأن نعلمهم، لا أن نعاقبهم بالسوء سوءا، هذا ليس من أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما من شمائله العظيمة صلى الله عليه وسلم أنه كان يقابل السيئة بالحسنة، كما علمنا ذلك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، الرحمة للعالمين جميعا. هيئة علماء الصومال اطلعت على بيان لها اليوم، أعلنت فيه رفضها الطلب الذي قدمته الحكومة لها بإغلاق الجماعات والجمع في مساجد الصومال، وقالوا نحن لن نفعل ذلك لكننا سنكتفي بالتوعية من هذا المرض للمصلين الذين يصلون معنا، لكن لن نلغي الجماعات، لن نلغي الجمعة. كيف تعلق على هذا، ولماذا تتطرف هيئة مثل هيئة علماء الصومال لوحدها بهكذا موقف دون كل الهيئات العلمائية وكل دوائر الإفتاء المرموقة في هذا العالم؟ نحن يا سيدي استمعنا إلى ورأينا يعني البيان الخاص باتحاد العلماء المسلمين، وكذلك بيان المجلس الأوروبي والفتاوى التي صدرت عنه وعن كثير من العلماء في العالم كله. وهؤلاء العلماء
يعني نظروا في أمور الجائحة التي عمت الناس، وهذه جائحة ليس بالأمر الهين، وكيف تقطف يعني شبابا وشيوخا رجالا ونساء أصحاء ومرضى. فكان لابد من إيجاد فتوى، خاصة بأن هذا الإسلام العظيم الذي نشرب بالانتماء إليه قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، الذي أمرنا بالصلاة وأمرنا إقامة المساجد وتشييدها وأمرنا بالأعمال الصالحة وأمرنا بكل ما شرع لنا من خير، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال كما ذكرت الآية الأخرى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. ومما هو معلوم أن المساجد يا سيدي يعني أرض خصبة لانتشار الوباء، عافانا الله وإياكم. ولذلك ده اللي جعل العلماء والشيوخ يتخذون قرارا صارما بإغلاق المساجد. الأمر ليس فيه لعب، الأمر جد. ولذلك أنا لو مكان هؤلاء لاتخذت قرارا بإغلاق المساجد، ولاستجبت لولي الأمر في هذا، لأن في هذا الطلب فيه مصلحة وفي حفظ على النفس، وهو مقصد عظيم من مقاصد الدين. فضيلة الشيخ حسن حلاوة، في متابعة للمستجدات الفقهية في ظل تفشي كورونا، ولمتابعة للحديث اللي حضرتك تقدمت به في الأسبوع الماضي، نفتح المجال اليوم للمشاهدين الكرام للتفاعل معنا في الساعة الأولى من هذا البرنامج حول المستجدات الفقهية المرتبطة بفيروس كورونا. إذا كان في أي سؤال فقهي أو استفسار شرعي له علاقة بما ارتبط بهذا الوباء وانتشاره من معلومات أو أفكار أو آراء فقهية وشرعية، الساعة الثانية تكون مفتوحة لأسئلتكم المختلفة. بعد قليل تشاهدون على الشاشة أرقام الهواتف والواتساب، والمجال مفتوح أيضا للتواصل على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة البث على قناة الحوار على اليوتيوب. وقفنا فضيلة الشيخ عند مسألة تعجيل تقديم الزكاة وما يرتبط فيها تحديدا، تعجيل إخراج الزكاة للمساجد والمراكز الإسلامية في أوروبا لحاجتها الشديدة، حيث توقفت التبرعات، وبناء على هذا توقفت يعني الإيرادات، وأصبح كثير من موظفي هذه المساجد والأئمة كمان في إيجارات للمقرات وفواتير مرتبطة بهذا الأمر، أصبحوا عاجزين عن سدادها. نعم، يعني لا شك أن الجائحة التي تمر بالناس الآن ليست هينة، ولها توابع في كل شيء. ومن هذه التوابع التي يعني علقت وأصابت الناس هي قضية المساجد والمراكز. أنت تعلم أن مراكزنا في أوروبا قائمة على التبرعات، وليست هناك جهة حكومية تنفق على هذه المراكز، حيث أن دول أوروبا لا تتدخل في هذا، يعني إيه، أن يديروا أمورهم بهذا الأمر في يعني بأنفسهم. مساجد كثيرة 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 جدا في أوروبا تقوم على التبرعات، بل إن بعض المساجد يعني هناك تعارف الناس أنهم في كل شهر يقدموا اشتراك لهذه المراكز. هؤلاء الناس حتى الذين يقدمون الاشتراكات ومعظمهم من يعني من ضعاف الدخل وشيء من هذا القبيل، انقطعت طبعا يعني ربما بهم سبل العيش، جلسوا في بيوتهم ليس لهم دخل الكثير منهم، هكذا اللهم إلا ربما يعني الأشياء التي تأتيهم عاجلة من الحكومة، ربما لا يستطيع أن يوصلوا بعضهم إلى المراكز، ربما لأنهم عليهم حجر في بيوتهم لا يخرجوا. الشاهد الذي أقول من أجل هذا وذاك، يعني نظر المجلس في قضية تعجيل إخراج الزكاة يعني أولا، ثم إعطاها للمساجد والمراكز الإسلامية فالثانية. أما أمر التعجيل فهذا أمر شرعي وثابت،
يعني عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني العباس رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك. وبما أن هذا الحق هو حق لله سبحانه وتعالى في مالي، فأنا من حقي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني أنني أخرج هذا الحق قبل أن يأتي موعده بسنة أو بسنتين أو بثلاث، يعني كيفما يقدرني الله سبحانه وتعالى. هذا من فعل الخير، مع أنني أخرج الزكاة الواجبة الفريضة علي، لكن مع ذلك فإن هذا من فعل الخير الذي قال الله عز وجل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم. مع أن فريضة أنا بأقدمها زكاتي أنا، لكن أجي في كل سنة وأجلس مع نفسي وأنظر ما قدمته أنا من زكاة عن هذه السنة، هل هو مطابق لما عندي من مال أم يزيد أم ينقص، وأعمل مقاصة. إذا كان يزيد أرحله للعام الآخر، إذا كان ينقص يبقى أحسب وأدخل هذا في ذاك وأحسب كم بقي لي وهكذا. ويعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. أعطاء الزكاة بقى للمراكز الإسلامية والمساجد، فهي تقوم برسالة معلوم، المراكز هنا والمساجد. نعم. ليس واضح. مراكز. نعم. أكرمك الله. طيب فضيلة الشيخ، سؤال آخر أيضا يفرض نفسه. الآن أغلب المرضى في العالم من غير المسلمين، فأحدهم يسأل هل يحق لي يعني أن أدعو لشخص غير مسلم أن يشفيه الله تعالى، أدعو لشخص قد يكون غير متدين أصلا فأدعو الله تعالى بالشفاء؟ هذا من البر الذي بيننا وبين غيرنا، هذا من البر العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه أن تبرهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا من البر. ويعني والناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن العبادة إخوة، العباد جميعا في الإنسانية إخوة، وهذا أخي بيني وبينه صلة رحم الإنسانية، كلكم لآدم وآدم من تراب، وقد يكون بينه وبينه قرابة. أنت تعلم لكثير من أو بعض المسلمين هنا يعني بينهم وبين غير المسلمين أرحام وصلة نتيجة للتصاهر المصاهرة التي بينهم، الزواج الذي تزوج بالكتابية إلى شك أولادهم، عندهم أخوال وعندهم أجداد وإلى آخره. والذين أسلموا أيضا ودخلوا في الإسلام لهم إخوة وأخوات وآباء وأمهات. هل الإسلام يعني يتصور منه عندما أجاز لي أن أتعامل مع هؤلاء الذين لم يقاتلوني، كما قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، هؤلاء هل الإسلام ينهاني الذي أمرني بالبر، أمرني بالمودة، بأكل طعامهم، بالتزاوج منهم؟ هل يعقل أن الإسلام يمنعني أن أرفع كف الضراعة إلى الله، أن يذهب عنه الداء والوباء، أن يذهب عنه المرض؟ فهذا أمر من الأمور اللي داخلة في إطار المعاملات الشرعية بين المسلمين وغير المسلمين. طيب الحديث النبوي الذي رواه البخاري، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هنا الأخوة، أي نوع من الأخوة؟ هنا اللفظ جاء عام، اللفظ هنا حتى يحب لأخيه، اللفظ جاء عام. وزي ما ذكرت لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس جميعا إخوة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والآيات كثيرة، إلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى عاد أخاهم هودا، وهكذا. الإسلام ذكر هذه الأخوة واعتبرها أخوة الوطن، ذكر أخوة المنشأ، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأنا لا بد أن أحب لأخي جاري الذي أوصاني الإسلام به، يعني حتى إن يعني الجار الأربعين وليس جارا واحدا، الجار الأربعين والجار من كل جهة،
من أمامك جار ومن يمينك جار الأربعين ومن يسارك جار الأربعين ومن خلفك الجار. يعني هكذا أنا أعتقد لو الواحد عد الجيران الأربعين من أمامه لا يجد القرية كلهم يعني داخلون تحت الجيرة التي يسأله الله سبحانه وتعالى عنهم والتي أوصى جبريل الحبيب صلى الله عليه وسلم بهم. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني، وحتى لو كان الجار غير مسلم فله عندي حق الجيرة ولا ينكر ذلك أحد. أستأذنك معنا أم سراج من الولايات المتحدة، تفضل أم سراج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ إحنا من أسبوع 10 أيام كده لينا أخت صديقة هنا عندنا وحماتها وأخت زوجها توفاهم الله بسبب الكورونا في نيوجيرسي، وبعدين في المستشفى حطوهم برضو في كيس البلاستيك وعملوا لهم تيمم بالتراب، ورفضوا إن أي حد يصلي عليهم إلا ابن الست اللي توفاه الله. فعندنا في إمام مسجد ربنا يجزيه خير لما سمع إن هم تم التيمم ليهم بالتراب قال هذا لا يجوز، لأن بعد إن هو طبيب أصلا فقال إن القصة لما بتموت الفيروس بيموت معاه، وإن هم هذه الجثث لو كانت موجودة عنده في قريبة منه لكان أخدهم غسلهم وكفنهم بنفسه. فإحنا طالبين من حضرتك عفوا أختي إمام المسجد فتوى من حضرتك، فتوى صريحة بإن بجواز تكفين وتغسيل الميت. أم سراج بعد إذنك، الآن اللي سألتوه الإمام هذا وين موجود إمام؟ في أي مكان؟ في ولاية عندنا قريب من في ولاية هنا في أمريكا. يعني هو عايش في البلد وبيعرف قوانين البلد وبيحكي لكم لا يجوز، يعني إيش مثلا أنتوا تعملوا؟ تدخلوا بمشاجرة مع الشرطة وتحكوا لهم بدنا ناخده وبدنا نغسله غصبة عنكم؟ إحنا عايزين دي واحدة بس يا ابني. لا هي الفكرة إن هو لو أمريكا هنا بتحترم اللي هي الحرية الدينية، فإحنا هنا لو إحنا طلعنا لو فضيلة الشيخ طلع فتوى طبعا بمساعدة الأطباء والدكاترة وأصحاب الاستشارات إن فعلا لو الميت الفيروس بيموت معاه يجوز تغسيله وتكفينه. تمام. إحنا بس كل اللي عايزينه فتوى من حضر من فضيلة الشيخ، لأنه هو الإمام الكبير بتاع الجالية الأوروبية بس أنا أعتقد إنه في فتوى صدرت عن مجلس الأئمة في الولايات المتحدة، لكن على كل رح نسمع الآن في كلام فضيلة الشيخ. أنا ما أعرفش صراحة بس دي مشكلة. بس على جميع الأحوال برضو أختي مش إمام المسجد اللي بيقرر إنه الفيروس بموت لما يموت المريض. يعني الإمام ليس اختصاصه هذه الزاوية الطبية، هذه بدها قرار من الأطباء، وبناء على قرار الأطباء تكون فتوى العلماء، صح؟ يعني هو الإمام إيش عرفه؟ إيش المعلومات الطبية اللي عنده اللي تخليه يجزم إنه العدوى لا تنتقل بهذه الطريقة؟ أيوه هو قال كده، هو لأن هو طبيب أصلاً. وبعدين أنا سألت كذا طبيب قالوا لي نفس الشيء، بس إحنا عايزين من فضيلة الشيخ بقى طبعا هو بما وعنده من موارد ومعارف وناس كتير أطباء وما إلى ذلك يطلع علينا الفتوى الحقيقية بهذا، لأن إحنا صراحة بصراحة شيء يعني يوجع القلب إن إحنا إن مثلا واحدة أمها ماتت ومش قادرة تصلي عليها ولا قادرة تكفنها ولا قادرة حتى تحضر دفنتها. لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إحنا نتكلم نعطي هذا الموضوع حقه. تدينا الفتوى بعد استشارة الأطباء. حاضر حاضر. أولا الله يرحمهم جميعا رحمة واسعة، هم وكل موتانا، ويتقبلهم جميعا في عداد الشهداء، ويكفيهم تكريما في هذا السياق أن يعلموا أن الشهيد أصلا لما يموت لا يغسل ولا يكفن. فيعني قد تكون إن شاء الله منزلتهم منازل أولئك الشهداء، والكلمة الفصل في هذا لفضيلة الشيخ بطبيعة الحال. أولا أنا أشكر أختنا على حرصها بارك الله فيها، ولكن لو دخلت على موقع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث إحنا نزلنا على الموقع البيان الختامي ستجد الفتوى في رقم 19 وهي الخاصة بأحكام الجنائز في ظل أزمة كورونا. نحن عندما عقدنا المجلس الماضي قبل في بداية الأزمة كورونا عبر فيديو كونفرنس، وكان معنا 4 من كبار الأطباء منهم مستشار الـ يعني الـ وزير الصحة الفرنسي،
وكلهم متخصصون في مثل هذه الأمور المتعلقة بالجائحة، يعني الجراثيم والأوبئة، وبعضهم متخصص بالعناية المركبة إلى آخر، يعني 4 أطباء من كبار الأطباء. وكان مما ذكروه لنا يقينا، وهذا الأمر ليس فيه عبثية وليس فيه يعني عقلانية، إنما الأمر علم تجريبي بحث، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حضر معنا هؤلاء الأطباء، وكان مما سألناهم هل فعلا الإنسان إذا مات معه هذا الميكروب أو هذه الجرثومة؟ فالجميع في لسان واحد قالوا أبدا لا تموت معه، إنما تبقى ولو لمسه أحد وبعد ذلك لمس مثلا نفسه أو عينه أو الأماكن التي يدخل منها هذا الجرثوم فإنه يعد. ولذلك أفتى المجلس إذا استطاع الناس يعني أن ويعني أن يمموا، وهذا فيه صعوبة، حتى التيمم فيه صعوبة كبيرة جدا، يعني لأن أنت أو الهيام ماذا، كيف سيضرب التراب ثم يضع يده على ماذا، على الكيس البلاستيك مثلا، لأن هم لا يسلمون الجثة إلا داخل كيس معقم معلوم، هذا الكيس خاص بأمراض الأوبئة معلوم دوليا الكيس هذا، ولا يسمح بفتحه بحال من الأحوال أبدا. طيب، فإذا كنت أنت ممنوع أن تلمس الكيس تمام هذا الذي فيه المريض، وممنوع حتى إلا يعني أنك تحتاط وأنت ترفع هذا الصندوق، والدفن يكون بالصندوق. لذلك بعد مناقشات مستفيضة مع شيوخنا وعلمائنا، فيعني قال أهل العلم أو أفتى المجلس بجواز أن يدفن الإنسان وهو فاقد التورين. ده أنا يا ستي لو أنا بصلي صلاة الظهر لا قدر الله أنا مريض ولا أستطيع الوضوء ولا أستطيع التيمم، أصلي من غير وضوء ومن غير تيمم تمام والصلاة صحيحة، فما بالكم عندما تكون مثل هذه الجائحة والميت قابل جسده لأن يعدي الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا يوردن، يعني لا يأتي ممرض على مصح، إنسان مريض لا يدخل على صحيح، وكذلك العكس الصحيح لا يدخل على مريض. وهذه من مما علمنا الله في ديننا ومما سبق به الإسلام، يعني كما قال الآخرون سبق الدنيا بأسرها فيما يسمى بالطب الوقائي أو الوقائي. فجواز أن يدفن الإنسان، أنا أسأل الله أن يكشف الغمة على الأم، لكن جواز، الله غالب. ماذا ما يعني عندنا كما يقال الحفاظ على النفس مقصد من مقاصد الشريعة. عندنا الأم لو كانت حامل وقيل بأن الجنين خطر على صحتها والجنين حي في بطنها، فإن بفقه الشرع تجهض من أجل الحفاظ على حياتها هي، لأن حياتها مستقرة. كذلك عندنا هذا الإنسان الذي مات وانتقل إلى جوار ربي، الآن التعامل معه بالتغسيل أو التيمم في خطورة على الأحياء، لا يدفن هكذا، والله سبحانه وتعالى سيتقبله عنده جل في علاه، فهو لا شك شهيد. لكن لو في ظروف يغسل، لكن بما أن المرض ماضي لا يغسل ولا يكفن وإنما يصلى عليه. نعم. إذا منع الناس أن يصلى عليه لأن ممنوع التزاحم كما نحن نعلم وممنوع التجمع، فلا بأس من صلاة الغائب عليه في البيوت. وهذا ما أدعو إليه إخواني وأخواتي، أن يصلوا عليهم صلاة الغائب في بيوتهم عبر التواصل الاجتماعي، إن يرسل بعضنا لبعض توفي الأخ فلان أو الأخت فلانة إلى رحمة الله، فنطلب من إخواننا أخواتنا أن يصلوا عليه صلاة الغائب. وصلاة الغائب جائزة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ملك الحبشة النجاشي، وكذلك صلى على هذه المرأة التي كانت تخدم في المسجد ثم باتت بالليل
ولم يؤذنوا رسول الله ودفنوها، فذهب إلى قبري وصلى عليها كما في صحيح البخاري. نعم. فضيلة الشيخ، ماذا عن ما يحدث كما بعض الأمثلة التي ذكرناها في بداية الحلقة، نعيد الفكرة للفائدة، فكرة التنمر على أو الاشمئزاز من مصابي كورونا؟ يا سيدي، قد أكون أنا هذا الإنسان الذي مات، من يدري ومن يعلم. أحيانا إحنا لسه غير الموتى، المصابين. نعم. نفسهم المصابين يا سيدي في طريقة. أولا أنا لا أشبت في أحد، لأن زي ما قلت قد أكون أنا غدا، قد يكون جاري، قد يكون فلان، فأنا المطلوب مني وقد يكون حامل للفيروس وهو لا يدري. نعم، وكما صدقت قد أكون أحمل الفيروس وأنا لا أدري، لذلك أدعو الله أن يعافيه ويعافيني ويعافي الناس أجمعين. لكن هل مطلوب مني شرعا أنني يعني أتنمر وأضجر منه وأخذ منه موقف يعني كأني أشمئز مما هو فيه؟ لا، حتى وإن كان الشارع أمرني ألا أدخل عليه وأمره ألا يدخل علي كما ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن هو أخي، سواء كان أخي في الإسلام أو أخي في الإنسانية، هو أخي في النهاية. فأنا أتعامل معه بلطف وأحاول إذا استطعت أن أخذ احتياطياتي وألبي حاجاتي. السلطات في بعض الدول وتحديدا العربية تطلب من مواطنيها أنه أي شخص عنده الأعراض أن يبلغها. بعض الناس لما رأوه من الآخرين من تنمر ومن قصص ومن فضائح إنجاز التعبير على السوشيال ميديا، يعني في بعض الدول صار اللي يصاب بالمرض بيصير هو هاشتاج على الإنترنت، فصاروا يخفوا هذه المعلومات. إخفاء المعلومات كمان عنده مشاكل وأخطار تترتب على إخفاء المعلومات. ما حكم من تكون لديه أعراض المرض ويرفض تبليغ السلطات عن ذلك مع أن السلطات تطلب منه أن يفعل؟ لا، هو يجب عليه وجوبا شرعيا أن يبلغها، وإلا لو أنه يعني أصاب أحدا بهذا الفيروس الذي عنده ومات هذا الذي أصيب منه، فهو يعتبر يعني متعاون أو قائم على قاتل هذه النفس بغير حق، يجب أن يراعي هذا الأمر. والأمر الآخر، وقبل هذا، قبل أن يراعي غيره يراعي نفسه، يبحث عن العلاج. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء فتداووا عباد الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال علمه من علم وجهله من جهل. لا، اللي أنا يجب أن أبلغ حتى لا أؤدي إلى قتل نفسي، لأن السكوت على هذا الوباء يعني عندما يكون في أوله علاجه بسيط، وحتى المرحلة الثانية بتاعته علاجه أيضا وارد، لكن قدر الله إذا انتقل إلى المرحلة الخطيرة وتمكن من الجسد فعلاجه صعب، وقد يؤدي بنسبة كبيرة تزيد على 80% أو تقارب إلى الموت. ولذلك عليه أن يبلغ وأن يتعالج، وإلا كان كذلك من الذين يقتلون أنفسهم. الله قال ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أكرمك الله. معنا بن علي من بلجيكا، تفضل أخي بن علي. سؤالي من فضلك، إذا استمر هذا الوباء هل نصوم أم كيف؟ إن يجب المريء الإنسان يشرب الماء في اليوم في النهار، وكيف نؤجل الشهر، ولا كيف؟ ما هي الفتوى إن شاء الله؟ حاضر إن شاء الله خير، ربنا يصرف عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل. حقيقة بضم لسؤال بن علي ما تداوله البعض بطريقة خاطئة على رسائل الواتساب، يقولون فيها معلومة غير موثقة طبيا، إنه عليك أن تجعل ريقك مبتلا بالماء طوال اليوم حتى تتجنب الإصابة بالعدوى، وإن لم تفعل تكون عرضة للعدوى، وبناء على أن الصيام يصيب الحلق في الجفاف فالأولى لك أن تفطر ولا تصوم، مع أن هذا كلام لم نجده في أي مرجع طبي، لكنه متداول بين كثير من الناس بحكم السوشيال ميديا يعني. والبعض يسأل، يعني أريد أن أسأل عن هذه الجزئية تحديداً،
إنه هل يسقط تسقط فريضة الصيام بناء على هذه المعلومة؟ المجلس الأوروبي سيواصل اجتماعه غدا بإذن الله سبحانه وتعالى للنظر في بقية الأسئلة المتعلقة بالشهر رمضان وما يتعلق به من صلاة وغيره، لكن أنا أجيب يعني بما أعلم، والمجلس في النهاية له إجاباته التي تصدر باسمه. نحن في لقائنا الماضي أيضا سألنا الأطباء وقلنا لهم هل يعني الصيام يعرض الإنسان لأن يعني يكون عرضة لأن يبتلى بهذا الوباء، بمعنى هل الصيام يقلل من مناعته؟ لأن أهم شيء للقضاء على هذا المرض قوة المناعة في الجسد. فسألنا الأطباء هل الصيام يقلل هذه المناعة بحيث يصاب الإنسان يعني نتيجة لصيامه؟ فأجمعوا الأربعة قالوا العكس، انشروا بين الناس أن الصيام يساعد على تقوية المناعة، الصيام بفضل الله سبحانه وتعالى يساعد على تقوية المناعة وليس يقلل المناعة. العكس، تخمة الأكل الزائد بفائدة وبغير فائدة هي التي يعني تجعل الإنسان ضعيف المناعة. أما إعطاء الجسد يعني شيئا من الراحة من هذا الطعام وتنظيم الأكل وإلى آخره، فإن هذا مما يقوي المناعة. اللهم إلا إذا كان إنسان مريضا لا يستطيع الصيام لمرض به أصلا. واحد مثلا يعني عافانا الله وإياكم يعني مريض مرض سواء كان مزمنا أو غير مزمن لا يستطيع معه الصيام، هذا شيء آخر، هذا سيفطر سواء كان هناك جائحة أو غير جائحة. هو ربما لو المرض مزمن له معه سنين أفطر من قبل وهكذا. لكن نحن نتكلم عن إنسان الصحيح، هل الصيام يؤثر على مناعة جسمه؟ قال الأطباء، ليس قولي أنا لست متخصصا في هذا، لأن الله علمنا، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا كلام الأطباء جميعا أجمعوا الأربعة أسف. وقلت لحضرتك هم من كبار الأطباء على مستوى أوروبا، أجمعوا بأن الصيام يزيد من قوة المناعة ولا ينقصها، فبالتالي لا يؤثر ولا يسقط الصيام. إنما القضية التي قد تختلف هي صلوات التراويح، وربما نأتي إليها. هذه هي اللي يعني نحن كنا نصليها في المسجد ونذهب إلى المسجد ونرى الخير هناك والإفطارات الجماعية وإلى آخره. لا، هذه السنة ربما تكون لها بعض الضوابط في صلاتها في البيت، حتى وأنت تصليها في البيت ربما تكون لها بعض الضوابط كما قال لنا الأطباء، سأتكلم عنها عندما يأتي وقت الرجل. نعم، هذا كلام مهم فعلا، لأنه أحيانا في بعض الممارسات صارت في بعض المدن الأوروبية، بعض المسلمين الذين هم جيران بعض يجمعون بعض في منزل واحد ويصلون في غرف مكتظة بأعداد، وصار يعني صار في فرص عدوى أكبر من الوضع الطبيعي، يعني أكبر من إن لو راحوا على المسجد يعني نفسه. طيب فضلت الشيخ، سؤال أيضا من كلام أخينا عن عموما بالنسبة للصيام ولرمضان، زي ما حضرتك تفضلت راح نخليه للأحد القادم نعم إن شاء الله. ماذا عن الرقية للمرضى بوباء كورونا، الرقية الشرعية؟ نعم، الأصل الإنسان إذا مرض أن يذهب إلى الطبيب وأن يبحث عن الدواء، هذا هو ديننا، هذا هو الإسلام، هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء فتداووا عباد الله، تداووا عباد الله، ولا تتداووا بحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم استعان بالطبيب لما تعب، لما مرض استعان بالطبيب صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه، وكان الصحابة يتداوون، وكانت هناك خيمة في المسجد النبوي لما كنا هناك معارك أو كذا
كانت هناك خيمة تقام في المسجد للمرضى وخيمة للمعالجين اللي هم الأطباء وهكذا، يعني كغرفة عمليات إنجاز التعبير والتسمية، يعني يعالجون فيها الناس، وخيمة أخرى للمرضى يعني ينامون فيها، ويعني هكذا قد تكون أكثر من خيمة على حسب الأعداد. فالتداوي الأصل هذا، وهو أخذ بالأسباب، لأن إحنا مأمورون شرعا أن نأخذ بالأسباب، لكن هذا هو جهد البشر، لكن هناك قوة أخرى هي التي تضع لي الشفاء في الدواء. هذه القوة تحدث عنها الخليل إبراهيم في دعائي أو في كلام، عندما قال تحدث عن ربه جل في علاه، قال وإذا مرضت، فنسب المرض إلى نفسي، مع أن كل هذا من عند الله، لكن هو تأدبا مع الله سبحانه وتعالى ومعرفة لقدر ربه جل في علاه، قال وإذا مرضت، أي أصابني المرض فهو الله وحده جل في علاه فهو يشفي. فالله جل وعلا يضع لي الشفاء، ولذلك قالوا الطبيب طبيبان، طبيب يصف لك الدواء وطبيب يضع لك فيه الشفاء. فالشارع لا يمنعني أن ألتمس الدواء بالرقية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرقي أصحابه ويرقي الحسن والحسين رضوان الله عليهما، والصحابي الذي رقى بالفاتحة، والفاتحة من أسمائها الشافية أيضا. فيعني الرقية مسنونة، لكن في قضية أرجو أن ألفت النظر إليها، تحدث المجلس عنها في عندما تكلم عن هذه الفترة. نعم. وهي أن الرقية أصبحت للأسف تستعمل استعمالا سيئا. أصبح هناك من الناس يفتحون محلات كأن يعني شوبينج، أنا آسف في التعبير، وتذهب إلي وإلى آخره، والآن الرقية عايزة مش عارف إيه وكذا، والرقية أنواع، وكل رقية لها سعر، ويأتي ويستعمل مع الرقية أحيانا أشياء ليست من الدين. وللأسف يعني أنا يعني عايز أقول إن بعض هؤلاء يسيء للإسلام. نعم. البعض من هؤلاء يسيء للإسلام، وأنا أعرفها يقينا، يعني أنا أعرف يقينا إن في ناس كانت عندهم يعني أحد أولادهم كان شكوا إنه هو ملبوس بجن أو شيء، فجابوا من يرقى، وأنا أتكلم برموز لأني أنا مطلوب مني ألا أتحدث عنها، يعني عن هذه الحالات، وجابوا من يرقي، فأخذ يضرب هذا يعني يضرب هذا المزعوم أنه ملبوس، وكان يعني صغيرا أخذ يضرب فيه إلى أنه قارب أن يفارق الحياة، وحمل إلى المستشفى وفي غرفة الإنعاش، والله يعلم هل هو لازال حيا أم فارق الحياة، لا أدري. الله الحمد لله على كل حال، ربنا يحمينا من الجهلة والسذج أو أولئك الذين يستغلون الدين استغلالا خاطئا. معنا صالح من فرنسا، تفضل يا صالح. السلام عليكم. سلامة الله. عندي زوجتي عندها ضيق تنفس. نعم. هذه منذ 10 سنوات كانت تصوم، وهذا السنة خافت أن تصوم، هل تصوم أم لا؟ طب أخي صالح. نعم. الطبيب الثقة ماذا قال لها بشأن الصيام؟ بشأن الصيام مدة 10 سنوات يقولها لا تصوم، وهي الحمد لله كانت تصوم ولم يصرع أي شيء معها، إلا هذه السنة لها تخوف. يعني الأطباء قالوا لها لا تصومي وهي تصر على الصيام، مع أن هذا يسبب لها مضاعفات. لا الحمد لله، السنة الماضية في 10 سنوات كانت لها أمور عادية. إلا السنة هذه فيها عندها شوية تخوف مع انتشار الفيروس. طيب على كل تسمع الجواب من فضيلة الشيخ. حاضر، سلامتها إن شاء الله وألف لا بأس عليها. محمد من هولندا. يعني على حسب، أنا كنت أنظر من المفتاحة ودابة أحبست من المفتاحة، ولكن عندي الفانيس في الصباح وفي العشية،
مع الرؤساء، واش عندي الحق نصوم ولا لا يا اخي؟ والله انا الصوت غير واضح، استاذن الزملاء اذا ممكن تفهمونا من الاخ محمد سؤاله لكسب الوقت وتحكونا يا اكون لكم من الشاكرين. الان احنا نجيب سؤال صالح والزملاء يحاولوا ان يفهموا من الاخ محمد ما هو سؤاله لان الصوت غير واضح. صالح زوجته الله يشافيها ويعافيها عندها ضيق تنفس، الاطباء وصوها بعدم الصيام، في السنوات التي مضت كانت تصوم وامورها تحت السيطره الحمد لله، السنه هي خائفه بحكم الفيروس وانتشاره بالاضافه للحاله المرضيه الموجوده عندها هي اصلا، وعندها من الاطباء نصيحه بعدم الصيام. يعني تخوفها في محله نظرا لما عندها، وما دام الاطباء قد نصحوها بألا تصوم تسمع كلام الاطباء. السنين الماضيه كانت تصوم، اسال الله ان يكتب لها اجرها وهي ماجوره ان شاء الله لا شك. لكن الذي اريد ان انبه اليه بس الى ان البخاخ الذي ياخذها من عنده ازمه في مثل هذا، البخاخ لا يفطر، البخاخ لا يفطر، فلو ان البخاخ علاج يستطيع الانسان ان يصوم به من غير ضرر فلا باس ان يصوم الانسان وياخذ هذا البخاخ يعني في اثناء النهار وهو صائم ولا شيء عليه. لكن بالنسبه للاخت الفاضله اسال الله ان يعافيها يا رب وان يشفيها وان يعجل لها بالشفاء ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، فلا لا باس اذا افطرت لا حرج عليها ابدا ابدا ابدا، لانه كذا قال ربنا: فمن كان منكم مريضا ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. يعني لا 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 حرج على الانسان اذا كان مريض ويخشى على نفسه الهلاك او يزداد مرضه اذا صام، لا حرج عليه اذا افطر ما دام قد قال له بذلك اطباء، واطباء لهم باع في هذا الامر. نعم فضيلة الشيخ، سؤال: اذا كان الدواء فيه شيء من الكحول هل هذا يعني يضر او محرم شرعا؟ لا، اذا كانت نسبة قليله اللي هي إذابة بعض العناصر من الأدوية لا تقوم إلا في مثل هذه، وهي نسب قليلة جدا، فلا بأس بها إن شاء الله. أما إذا كانت النسبة كثيرة، بعض الأدوية بتجد النسبة فيها كبيرة جدا، لكن بتجد لها بديل، بتجد لها بديل. لكن إذا لم يجد بديلا وتوقفت حياته على هذا الدواء ليأخذه ولا شيء عليه، الإسلام أجاز لنا عند الضرورة أكل لحم الخنزير عافاك الله، وأجاز لنا عند الضرورة شرب الخمر إذا لم أجد ماء أجاز لي هذا، فما بالك إذا كانت جزء من العلاج. محمد نعم، محمد من هولندا عمره 75 عاما وهو مريض مرض مزمن، يأخذ له دواء عبارة عن حبتين، حبة صباحا وحبة مساء، العام الماضي لم يصم بناء على هذا المرض، فما حكمه في ذلك؟ الحاج محمد من هولندا هذا الرجل الكبير العظيم الحريص على دينه، أسأل الله أن يختم لي وله بالإيمان يا رب، أسأل الله أن يختم لي وله بالإيمان. أنت حاج محمد ليس عليك صيام، أنت الذي عليك شرعا أن تطعم عن كل يوم مسكين ولا شيء عليك، سواء كنت تأخذ دواء أو لا تأخذ دواء، لأن الله جل وعلا قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه: هو في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يعني لا تستطيع الصيام فتطعم عن كل يوم مسكين. ربنا يبارك فيك ويطيل في عمرك ويحسن في عملك. شيخنا أنا ضحكت لأنه طالع عليكم إشاعة غير شكل، الإشاعة اللي طالع على المجلس الأوروبي للإفتاء يقول عبد الله من بلجيكا أنكم تدرسون قضية تأجيل رمضان لهذه السنة. يعني ربما جاء بها من باب الدعابة فنحن نقبلها منه، نحن لا ندرس تأجيل رمضان لأن تأجيل رمضان سنة كونية لا يقدر أحد أن يؤجله أو أن يؤخره، إنما نحن ندرس أصحاب الأعذار في رمضان نؤجل لهم أن يصوموا إلى ما بعد رمضان، هذا الذي ندرسه نحن. أما الشهر سنة كونية
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من 4 حرم. أكرمك الله. سؤال آخر، اللهم صل على سيدنا محمد يعني سريعا، هو طبعا هل يجوز تأخير، برضو في نفس الفكرة، هل يجوز تأخير صيام رمضان كما يدعو بعض المسلمين؟ لا، احنا أجبنا عن هذا وقلنا هذا كلام الأطباء، كلام عالمي وليس كلام يعني أنا آسف إنسان غير عالم، كلام عالمي علمي، أن الصيام يزيد المناعة ولا ينقصها، يزيد من مناعة الجسم، يقويها لا يضعفها. أما من كان مريضا أصلا والصيام يضره أو يؤخر برأة يعني شفاء، فده له أن يفطر ولا شيء عليه. لكن الصحيح لا يخاف من الصيام، بالعكس يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويقوي جسده ومناعته. أكرمك الله، أشكرك على هذه التوضيحات، وبعد فاصل قصير سنعود معكم على رأس الساعة بمشيئة الله تعالى، ونفتح المجال لأسئلتكم الفقهية المختلفة. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النيران.